النبي صلى الله عليه وسلم له أسماء كثيرة، بعضها متفق عليها وبعضها مختلف فيها، بعضها الاختلاف فيها قوي وبعضها الاختلاف فيها ضعيف. جاء في القرآن تسميته بمحمد، تسميته بأحمد. فأما محمد فقد مر معنا محمد رسول الله، وأما أحمد فقد جاءت في سورة الصف مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، فلما جاءهم بالبينات فهو عليه الصلاة والسلام محمد وأحمد، وهذا قد ورد عنه عليه الصلاة والسلام والقرآن ثابت بذلك. ولهذا كان شوقي اسمه أحمد، فكان يقول يا أحمد الخير لي جاءهم بتسميتي وكيف لا يتسامى بالنبي سمي. ومفردة أحمد مثل مفردة محمد في جذرها اللغوي، فكلاهما يدور حول الفعل حمد، هو صلى الله عليه وسلم محمود في الأرض محمود في السماء، وهو أعظم من حمد الله، وبيده يوم القيامة عليه الصلاة والسلام لواء الحمد، وهو العاقب والحاشر صلوات الله وسلامه عليه.